كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله من الدوري. لسه احنا في النادي الأهلي ولكن في قطاع الناشئين. الأهلي بيعلن قبل ما نروح الأول لقطاع الناشئين نروح الأول لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. معانا زميلنا كريم أحمد مراسلنا المميز من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أهلا وسهلا بك كريم على الهواء معانا. كل التحية ليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي وكل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. أولا كل سنة وأنت طيب، إن شاء الله يكون عيد سعيد عليك وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. ثانيا قول لي بقى، إحنا النهاردة اكتملت صفوف الفرقة بالكامل قبل مباراة فاركو على طول، طمني كده على الحالة الفنية. التمرين كان الساعة 4 طبعا، كان في وقت صعب جدا، طمني على الحالة الفنية وعلى أحداث التمرين النهاردة. اكيد طبعا في البدايه كل سنه طيب عبد الرحمن وكل جمهور النادي الاهلي بخير وكل الامه الاسلاميه عيد سعيد بالتاكيد على الجميع، وان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي من مباراه الغد. يعني كلنا امال كبيره جدا ان احنا نعود من جديد لبطوله الدوري العام، نشاهد النادي الاهلي نعود لسلسله الانتصارات. هي مرحله تحدي كبيره جدا الحقيقه بضغط مباريات كثيف جدا خلال المرحله القادمه، لكن يعني الثقه الكبيره اللي احنا حاطينها في كل لاعبينا في الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى كل هذه المباريات في ظل الطقس الحقيقه الصعب جدا من خلال تدريبات. يعني النهارده التدريب كان بدري شويه لان انت عارف النهارده في سفر الى الاسكندريه استعدادا لمباراه الغد. تدريب النهارده كان الساعه 4 عصرا في درجه حراره تصل ل 43 و44 درجه، الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي. لكن التحدي والرغبه الكبيره اللي احنا شايفينها مع اللاعبين امر مهم جدا عبد الرحمن. النهارده يمكن زي ما انت قلت تكتمل الصفوف وعوده الدوليين، ده امر مهم جدا. في بعض اللعيبه شاركت في مباراه منتخبنا الوطني ممكن مش هيبقى لها دور في مباراه الغد، وفي لعيبه ان شاء الله باذن الله تكون اضافه وليها دور كبير. واحده من المباريات المهمه جدا مباراه فاركو. فاركو عنده الحماس وعنده الدوافع وعنده اكيد رغبه كبيره جدا ان هو يحقق نتيجه قدام النادي الاهلي ويعمل اداء، لكن ان شاء الله رغبتنا تكون اكتر واكبر باذن الله مع التحضيرات الخاصه والفنيه. المستر كولر النهارده بالتاكيد عمل محاضره تصل ل 40 دقيقه، يعني محاضره كانت مهمه جدا فيها هايلايتس لاعبين، فيها بعض التعليمات، فيها بعض الامور اللي بيحاول النهارده يطبقها من خلال اقل تدريب. لكن الحمد لله الامور طيبه جدا، يعني لما بنطمن على القوام الكامل وتحديدا كمان لاعبتنا العاديين من المنتخب ده بيكون امر مهم ان انت بتسمع من الجهاز الطبي ان الحمد لله ما فيش حد بيشتكي من اي شيء، ده امر مهم جدا. لكن عندنا اصابات عبد الرحمن ويمكن الامر ده بيزعج شويه الجهاز الفني. بالتاكيد الاصابات يعني قضاء وقدر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، اكيد عارفين وسام مده غياب وتصل الحقيقه ليه اسبوعين ويمكن ده امر مزعج شويه للجهاز الفني. لكن يعني السكواد المميز اللي عندنا ولاعبتنا الكبيره والخبرات المتواجده ان شاء الله تقدر تعوض قيمه كبيره جدا الحقيقه زي وسام ابو علي. ايضا كمان الحقيقه تاو، يعني تاو شد في العضله الخلفيه بتخسره في مرحله مهمه جدا. يعني كل الامور دي الحقيقه بتكون ليها يعني ترتيبات خاصه للجهاز الفني والجهاز الطبي، لان احنا قعدنا فتره عبد الرحمن ما فيش اي اصابات وده كان امر مهم جدا، لكن بترجع لك الاصابات من جديد. لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ولاعيبتنا تقدر ان شاء الله مع القوام المميز جدا لعيب النادي الاهلي ان انت توظف بعض اللعيبه. ممكن ما يبقاش في اماكن غير اماكنها، لكن ان شاء الله يكون مردودها كبير جدا. اليو ديانج كمان يعني هيوصل متاخر، هيغيب بالتاكيد عن مباراه فاركو. لكن لو بنتكلم على التدريب بشكل عام، التدريب النهارده كان تدريب قوي، في جرعه تدريبيه جيده جدا. كولر النهارده يمكن اكد على اكثر من نقطه، الراجل حاول ان هو ياكد على الكرات الثابته، على الكروسات، الكورنرات، التغطيات العكسيه. الراجل النهارده اتكلم مع كل اللعيبه بشكل قوي جدا قبل المباراه واكد ان المرحله القادمه مرحله مهمه جدا لا تستحمل التهاون تماما في اي مباراه، نقاط كل المباراه تكون معانا. فالحمد لله عبد الرحمن يعني مع التدريب الاخير خلاص لفريق النادي الاهلي اليوم اقدر اقول لك ان في خلال 10 دقائق ينتهي التدريب بالكامل، ومنها مباشره تتوجه حافله النادي الاهلي الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه فاركو غدا بمشيئه الله. كريم انت اتكلمت في نقطة مهمة جدا عايز اتناقش معاك فيها. انت قلت اللي كان في فترة بدون اصابات، لكن احنا الفترة اللي فاتت دي تحديدا اخر 3 اسابيع قبل النهائي نهائي دوري ابطال افريقيا كان في تلاحم ماتشات بشكل رهيب جدا، وفجأة اللعيبة الدوليين كلهم سواء المنتخب مصر او غيره كلهم بينضموا الى منتخباتهم. يمكن القوام الاساسي بالكامل، الجون الاحتياطي والجون الاساسي، كل القوام بالكامل تقريبا لعب اكتر من 16 ماتش في اقل من 3 اسابيع، فده مش منطقي. انت برضو اتكلمت فيها كويس جدا، لكن وضح لي الاستشفاء اللي حصل في الملعب النهارده. كان في من مخطط الاحمال جزء خاص بالموضوع ده ان هو بيحاول يعمل عمليه استشفاء للاعبين عشان رجوع اللعيبه الدوليين كمان جايين من اجازه راحه سلبيه حوالي يومين تقريبا بعد الماتش. فبرضو قول لي كده اوصف لي اللي حصل في الملعب من عمليات الاستشفاء من اندوني المخطط الاحمال.
هي بالتأكيد عبد الرحمن يعني هي مرحلة كبيرة جدا، وقيمة النادي الأهلي ما بتكون كبيرة جدا كالعادة، بتشوف العدد الكبير في منتخباتنا الوطنية المختلفة، سواء منتخب الأولمبي أيضا كمان ومنتخبنا الوطني، عدد كبير من اللعيبة من معسكر لمعسكر. الحقيقة بيكون أمر يعني للاعبين بالذات بيبقى فيه ملل، إن أنت تطلع من معسكر من بطولة تدخل في بطولة أخرى من بطولة الدوري إلى منتخبنا الوطني بسفر، فبتكون إجهاد كبير جدا على لاعبي النادي الأهلي. لكن بالتأكيد بخطة الأحمال الخاص بفريق النادي الأهلي استلم التقرير الخاص من منتخبنا الوطني، لأن جرعات التدريبية بتختلف. النهارده الراجل كان مركز مع كل المجموعة العائدين من منتخبنا الوطني بتدريبات معينة، تدريبات خفيفة فيها ريكفري مهم جدا، فيها استشفاء لكل اللاعبين، لأن المجهود الكبير من السفر وأيضا كمان من قوة المباريات من الالتحامات من درجة الحرارة الأخيرة اللي شفناها طبعا في مباراتنا مباراة المنتخب، كل الأمور دي الحقيقة يعني بتقلل شوية من المجهود لفريق النادي الأهلي. لكن اللي بيبذل هنا من الجهاز الطبي لعودة اللاعبين للاستشفاء للريكفري، الأجهزة الحقيقة الممتازة هنا داخل النادي الاهلي بمقر الجزيره بتساعد لعيبه النادي الاهلي على التقاط الانفاس بعض الوقت. لكن الضغط الكبير عبد الرحمن، انت بتلعب كل 72 ساعه مباراه بتحتاج ان انت تدخلها بمعنويات مباراه كاس، لازم تكسب المباراه كانها مباراه كاس وليس مباراه دوري. عشان كده بنقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي. ومنها كمان عبد الرحمن هقول لك، يعني كان في بعض الامور الناس بتتكلم ان ممكن يكون في معسكر لفريق النادي الاهلي لمباراه فاركو والاتحاد السكندري. الحقيقه مستر كولر والكابتن خالد بيبو مدير الكوره كان في قرار مهم جدا ان ما بقاش في معسكر، لان اللعيبه راجعه من معسكر، لعيبتنا في منتخبنا الوطني هتدخلهم كمان في معسكر، حاله الملل بتلمس اللاعبين، ده امر يعني معروف لكل لعيب النادي الاهلي. فما بيكون في فصل يوم او يومين عن التدريبات، اما بيكون ان انت بترجع تقعد مع اسرتك تحاول ان انت تغير المود شويه، بترجع بمعنويات كبيره وبرغبه اكبر. فعشان كده بناكد على هذا الامر ان مفيش معسكر لفريق النادي الاهلي في مباراه فاركو الاتحاد السكندري. وباكد لك كمان ان النهارده في مجهود كبير جدا بذل من الجهاز الطبي والمخطط الاحمال لكل اللاعبين العائدين من المنتخب عشان يحاول ان هو يطلعهم من الضغط الكبير جدا، تدريبات معينه، تدريبات خفيفه، استشفاء، في تدليك، في امور كبيره جدا بتبذل هنا عشان المشوار الكبير والفتره القادمه القويه. ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على كل لعيبتنا ان شاء الله باذن الله، سواء في مباراه الغد او من خلال التدريبات. الحماس موجود والرغبه الكبيره موجوده جدا، لكن ان شاء الله عبد الرحمن زي ما بقول لك بكره يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، واستطيع بمشيئه الله النادي الاهلي الحصول على 3 نقاط هتساعده بشكل كبير جدا بالتاكيد في مشواره في بطوله الدوري العام. شكرا زميلي العزيز كريم احمد، تغطيه اكثر من رائعه الحقيقة.